المتابعون الكرام عن ريسينج انطلق سيف سيدي امير البلاد المفدى حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفه الثاني هنا على الاراضي العشبيه في الريان بارك انطلاقه موفقه للسبع من الجياد العربيه الاصيله التي تشارك وتتنافس هنا في مجريات السيف. انطلاقه الجواد اللي هو في المركز الاول المرتجز دحس اروع على المركز الاول في صداره غريبه وسريعه جدا من البدايه، علما بان الشوط لازم يكون بطيء جدا لان المشاركين فيه سبع من الجياد. دحس واروع على المركز الاول، جوليا نوج على صداره هذا الشوط بينما يلحق به ثانيا في المركز الثاني هنالك المجهور سمو الشيخ حمد بن خليفه الثاني بارت دويل على المركز الثاني والثالث يتواجد فاتلينا دي فاوست. انا فاتلينا دي فاوست على المركز الثالث والترقب ياتي من قبل اللي هي جانيكا دي فورغيس على المركز الرابع. خامسا يتواجد فيه ترف لسمو الشيخ حمد بن خليفه الثاني بيرنينغ سانتايو شي على المركز الخامس. المركز السادس يتراجع فيه الجواد تتراجع فرح في نظام فرانكي ديتوري في المركز السادس. ان المركز السابع يتواجد فيه رداد بدولي للاخير شيئا ما اللي هو رداد لسلطنه عمان الشقيقه احمد بن عبد الله المرزوقي. اذا ايها السيدات والساده تسير الامور لصالح الجواد المرتجز. تحس واروى جوليا نوج على المركز الاول، توماس فوركي على صدارة هذا الشوط بالمركز الأول اللي هو المرتجز. إن المركز الثاني سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني المجهور مارد الصحراء ديكسي دارلن على المركز الثاني بقيادة بارت دويل بتدريب السيد جوليان سمارت. إن المركز الثالث نتراجع لنشاهد الجواد فيتلانا دي فاوست أند هاري بانتلي إمبورد. إذا هذه سيداتي وسادتي سيف أمير البلاد المفدى إن 2015 انطلاقة المرتجز إلى السيف الذهبي، انطلاقة المجهور أيضا مارد الصحراء وديكسي دارلن بقيادة اللي هو بارت دويل. انطلاق موفق بيتلانا وجانيكا دي بورغيس. الآن محاولة خطف الصدارة من قبل جانيكا. شيز ان ترافيك، نو شيز نوت. فعلا ايها السيدات والسادة انطلاق موفق للمرتجز. انا جانيكا في المركز الثاني. هذه الانطلاقة لسيف سيدي امير البلاد المفدى الى الشحانية والوسيل. ضايع السيف، حاير السيف بين الشحانية والوسيل. فعلا ايها السيدات والسادة لوسيل الى الوسيل الى الوسيل. فعلا الشحانيه لوسيل السيف الذهبي لاول مره لاول مره الى الوسيل الى الوسيل الى الوسيل.